بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقول وهو من باب التحدث بالنعمة لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ما مر مسلم على باب مدرستي إلا خفف الله عنه الأذاب يوم القيامة وأخبر أن سهفا يسيه في قبره فمضى إليه وقال إن هذا زارني مرة ولابد أن يرحمه الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك صراخ. وقال رضي الله عنه أثر حسين الحلاج أثرة فلم يكن في زمنه من يأخذ بيدي ولو كنت في زمنه لأخذت بيدي وأنا لكل من عثر مركوبه من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة أخذ بيده كلما عثر حيا وميتا فإن فرسي مسرج ورمحي منسوب وسيفي مشهور وقوسي موتور لهفد مريدي وهو غافل. وقال رضي الله عنه أنا نار الله الموقدة أنا سلاب الأحوال أنا بحر بلا ساحل أنا المحفوظ أنا الملحوظ يا سوام يا قوام يا أهل الجبال ذكى جبالكم يا أهل الصوامع هدمت صوامعكم أقبلوا إلى أمر من أمور الله يا رجال يا أبطال يا أطفال هلموا إلي وخذوا عن البهر الذي لا ساهل له يا عزيز أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض يقال لي بين الليل والنهار 70 مرة وأنا اخترتك لنفسي ويقال لي أيضا 70 مرة ولتثنى عليني وعزة ربي إن السعداء والأشقياء يعرضون علي ويوقفون لدي وإن نور عيني في اللوح المحفوظ مقيم أنا غائص في بحر علم القديم أنا حجة الله عليكم يوم الأرض أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارثه يقال يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. تكلم يسمى منك قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. والله ما شربت حتى قيل لي يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. بحقي عليك شراب وما أكلت حتى قيل لي بحقي عليك كل وأمنتك من الردى تجيء سنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها وكذا الشهر وكذا الأسبوع وكذا اليوم. وقال مرة على الكرسي إذا سألتم الله تعالى فاسألوه بي. وكان رضي الله عنه أسفر اللون مكرون الحاجبين أريض لد طويلها أريض صدنه فالبدن ربع القامت جوهري الصوت بهي الصوت سريع الدمع شديد الخشية كثير الهيبة مجاب الدعوة كريم الأخلاق طيب الأعراق أبعد الناس عن الفوش وأقربهم من الحق شديد الباس إذا انتهك محارم الله عز وجل لا يرضى لنفسه ولا ينصر لغير ربه ولا يرد سائلا ولو بعد ثوبيه. وكان التوفيق رائدا
والتأييد معارضا والعلم مهذبا والقرب مؤيدا والمحاضرة كنزا والمعرفة هرسا والخطاب مسيرا واللحد سفيرا والأنس نديمة والبسط نسيمة والصدق راية والفتح بضاعة والعلم ضيئة والذكر سميرة والمكاشفة غداءه والمشاهدة شفاء وآداب الشريعة ظاهرة وأوصاف الحقيقة سرائرة قدم التنفيذ والموافقة مع التبري من الحول والقوة وطريقه تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف العبودية بشر قائم في موقف الأبدية لا بشيء ولا لشيء وكان العبودية مستمدة من مهد كمال الربوبية فهو عبد سماء مصاب تفرقة إلى مرافقة الجمع مع لزوم أحكام الشريعة وفضائله رضي الله عنه كثيرة وأحواله أظهر من شمس ظهيرة وكان وفاته دامت علينا بركاته في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة 61 و500 وعمره 91 سنة ودفنه بدار وقبره ظاهر يزار ويقصد من سائر الأقطار رضي الله عنه ونفعنا به أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدي.